تعتبر اللغة العربية من أقدم لغات العالم، وقد أصاب ما أصاب اللغات الأخرى من تطور وتقدم. ونظرا لانتشارها الواسع وأهميتها، فقد أصبحت ومنذ عدة سنوات إحدى اللغات الرسمية والمعتمدة في الأمم المتحدة. فاللغة العربية هي المفتاح الرئيسي لك حتى تفهم ما يدور في الشرق الأوسط، ولأنه كما يقال اللغة هي الثقافة والثقافة هي اللغة. وحتى تفهم ما يدور في الشرق الأوسط من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، فلا بد لك من إتقان اللغة العربية فصيحة إن كانت أم عامية. لأن مركز اللغات يضم نخبة من معلمي اللغة العربية، ولأن مركز اللغات يوفر قاعات واسعة ومكيفة ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والمناهج والكتب، كما أنه يقع في أكثر مناطق عمان رقيا وهدوءا، ألا وهي في منطقة جبل الويبدة، وأيضا يمنح طلبته شهادات مصدقة من وزارة التربية والتعليم.